مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. أظهرت بيانات للخزينة العامة للمملكة أن نفقات صندوق المقاصة في المغرب سجلت انخفاضا كبيرا يناهز 77% خلال الربع الأول من العام الجاري. وتراجعت نفقات المقاصة عندما تم شهر مارس إلى نحو مليار درهم مسجلة انخفاضا بنحو 3.5 مليار درهم، حيث كانت النفقات خلال الفترة نفسها من السنة الماضية في حدود 4.5 مليار درهم حسب النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة. وخلال بداية هذا العام شهدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية انخفاضات حادة بسبب دفء فصل الشتاء في أوروبا وبطء النمو العالمي. ويمثل الغاز أحد أهم مكونات صندوق الدعم في صندوق المقاصة طبعا. للمزيد عن نفقات صندوق المقاصة ووضعية المالية العمومية ينضم إلينا من الدار البيضاء الدكتور عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وينضم إلينا من الرباط الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي. ضيفي الكريمين أهلا بكما. أستاذ عبد اللطيف كومات مرحبا بك معنا. هل كان مفاجئا لك أن تنخفض النفقات الملتزم بها فيما يتصل بصندوق المقاصة في بداية في الربع الأول من 2024 إلى هذا المستوى ناقص 77%؟ لا، هو الانخفاض في حد ذاته ما كانش مفاجئ، لأن هذا كان منتظر وكان مسطر يعني حسب البرنامج إلى أفق 2026، بحيث أن من المنتظر أن يكون انخفاض تدريجي حتى نوصله في 2026 الواحد الميزانية ديال المقاصة ديال 8 المليار، حوالي 8 المليار ديال الدرهم. ولكن يمكن اللي يكون شيئا ما يعني غير منتظر هو الحدة هذا الانخفاض، لأن اليوم كنتكلموا على مليار درهم يعني بالنسبة للربع من سنة 2024. يعني إلا مشينا بهذه الوتيرة إلى نهاية السنة، هذا يعني بانه يعني غادي يكون واحد التحطيم رقم قياسي على مستوى يعني العقود الاخيره من ناحيه يعني ميزانيه المقاصة اللي كانت يعني كانت تراوح يعني في بعض السنوات كانت كتوصل حتى 50 مليار ديال الدرهم، مما دعا الى اصلاح الصندوق وانخفاض تدريجي. الا اننا ولو ان كان هناك واحد الاصلاح اللي بدا من سنه 2015، الا ان في السنوات يعني الاخيره مثلا في سنه 2021 2022 كان هناك ارتفاع اللي وصلنا حتى 42 مليار ديال الدرهم، وحنا كنعرفوا بان الظرفيه كانت صعبه مع ارتفاع يعني اسعار الطاقه على الصعيد الدولي، ارتفاع يعني على الأثمان ديال المواد الغذائية، وهذا كان أثر سلبيا على صندوق المقاصة اللي تقريبا يعني كان تضاعف يعني النفقات بالنسبة لما كان مسطر في القانون المالية. هناك انخفاض في سنة 2023 والمنتظر أن يكون هناك انخفاض يعني أكثر في 2024 ومشيو تدريجيا يعني حتى 2026. ولكن طيب، اللي يمكن كان شويه مفاجئ هو اننا يعني مليار درهم في 3 اشهر، هذا يعني مبلغ يعني كان نعتبره بانه جد منخفض مما كان منتظر. طيب شكرا لك استاذ عبد اللطيف كومات. استاذ محمد جدري، من دون شك طالعت يعني النشره الشهريه لاحصائيات الماليه العموميه الصادره عن الخزينه العامه للمملكه فيما تم طبعا برسم ما تم الربع الأول بشكل عام، وفيها هذه النقطة المرتبطة بالمقاصة. ما العوامل التي أنتجت هذا الانخفاض وهل له تفسير؟ هو بطبيعة الحال كيف ما كنعرفوا فإن قانون المالية لسنة 2024 هو مبني على مجموعة من الفرضيات. أول حاجة هو أن السعر اللي كنحسبوا به يعني غاز البوتان في صندوق المقاصة هو تقريبا واحد 500 دولار للطن من الغاز، هذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. لكن خلال سنة 2023 وبداية سنة 2024 الغاز يعني كيعرف واحد الانخفاض اللي هو حاد، راجع لجوج العوامل اللي هي أساسية. أول حاجة هو أن عندنا واحد المعروض من الغاز في السوق العالمية يكفي لحاجيات يعني كل الدول المستوردة للغاز،
والأمر الثاني هو أن أوروبا ومجموعة من الدول على غير المعتاد مرت بشتاء دافئ، وبالتالي ما كانش واحد الطلب كبير على المنتوجات الغازية. هذا هو اللي خلى أن أسعار الغاز تنخفض على المستوى العالمي، والمملكة المغربية خرجت رابحة من هذا الأمر، لأن يعني لو كان الغاز مثلا بواحد 700 أو 800 دولار كيف ما كان خلال سنة 2022، كان يعني صندوق المقاصة سوف يؤدي الفرق بالنسبة لقنينات الغاز، لا بالنسبة لقنينات الغاز الصغيرة ولا حتى من فئة 12 كيلوغرام. وبالتالي هذه الأمور هي اللي خلات أن المصاريف ديال صندوق المقاصة خلال الربع الأول من سنة 2024 لم تتجاوز يعني مليار ديال الدرهم، ولكن هذا الرقم كيبقى سابق لأواني، لأن كما كنعرفوا اليوم أن يعني صندوق المقاصة يدعم بدرجة أساسية غاز البوطان ويدعم كذلك يعني الدقيق. كما كنعرفوا فإن هذه السنة هذه عندنا واحد السنة اللي هي جافة، بحيث أن يعني المحصول ديالنا لن يتجاوز في أبعد تقدير واحد 25 مليون قطعة من الحبوب، سنكون مضطرين لاستيراد واحد 70 إلى 80 مليون قطعة من الحبوب خلال الباقي من الأشهر باش أننا نجاوبوا على الطلب المحلي. كيبقى الثمن، بأي ثمن سوف نشتري هذا يعني الدقيق على المستوى العالمي، وشحال غتكون الإمكانيات عند صندوق المقاصة باش أنه يمول؟ الأمر الثاني اللي هو كذلك كيبقى أمر إيجابي، هو أن الحكومة من المتوقع أنها تزيد في سعر غاز البوطان بواحد 10 درهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا الأمر كذلك من شأنه أن يخفف من وطأة تكاليف صندوق المقاصة، لأن باش نكون واضحين مع المغاربة لا يمكن أبدا لخزينة المملكة أن تتحمل في الآن ذاته يعني تكاليف باهظة صندوق المقاصة، وكذلك أن تمول ورش الحمايه الاجتماعيه. شكرا لك استاذ محمد جدري. استاذ عبد اللطيف كومات، هل السوق الدوليه وسعر الغاز الطبيعي في بدايه 2024 وذلك الانخفاض في الواقع لنقل القياسي الى تقريبا 4 سنوات هو الذي يفسر انه نفقات وتكاليف صندوق المقاصة انخفضت بهذه الحده في المغرب؟ نعم، هناك علاقه وطيده ما بين سعر الغاز وبين دعم صندوق المقاصة. علاش؟ لأنه منذ يعني تحرير أسعار يعني البترول أضحى الغاز هو المكون الأساسي بالنسبة لمصاريف صندوق المقاصة. كنعرفوا بأن كاين 3 مكونات هما يعني سعر الغاز وهناك الدقيق والسكر، ولكن اللي كيمثل الجزء الأكبر من ميزانية صندوق المقاصة هو الغاز. لهذا ملي كيكون واحد انخفاض يعني كبير في سعر الغاز على السوق الدولي هذا كيأثر ايجابيا بالنسبه لمصاريف المقاصة في المغرب، والعكس صحيح، وهذا ما لاحظناه يعني في سنه 2021 22 بحيث كان هناك ارتفاع حاد في سوق الغاز الدولي وكان هناك تأثير يعني سلبي على صندوق المقاصة. طيب استاذ محمد جدري، ما الذي يمثله الغاز الآن في المحفظة المالية لصندوق المقاصة دعم الغاز؟ طبيعة الحال الغاز البوطان يعني يمثل التكلفة الكبيرة في صندوق المقاصة، لأن من كندوي على الدقيق هو لا يتعدى بضعة مليارات من الدراهم في صندوق المقاصة، لكن الجزء الكبير من تكاليف صندوق المقاصة تذهب مباشرة لغاز البوطان، لأن كيف ما كنعرفوا غاز البوطان يستعمله الفقير والغني، يستعمله في القطاع الفلاحي، في القطاع الصناعي، في قطاع الخدمات، يعني في كل يعني مناحي الحياة. وبالتالي فإن كلما كان سعر غاز البوطان يعني في متناول الاقتصاد الوطني كيف ما يمكن أنه يكون يعني مساعد باش أننا نخفض من تكاليف خزينة المملكة، والعكس بالعكس، لأن من كنتذكروا خلال سنة 2022 عندما تجاوزت الفاتورة الطاقية للمملكة المغربية واحد 15 مليار ديال الدولار، هذا الأمر هذا كان خلانا أن ضاعفنا من تكاليف صندوق المقاصة من 17 مليار ديال الدرهم الى اكثر من 32 مليار ديال الدرهم. وبالتالي كيبان بان يعني هناك علاقه وطيده ما بين ارتفاع وانخفاض اسعار الغاز على المستوى العالمي وكذلك على المستوى المحلي. اكثر من ذلك هو ان هذا الطموح اللي عندنا
باش اننا نوصلوا الى اقل من 8 مليار ديال الدرهم في افق سنه 2026 كتكاليف لصندوق المقاصة، راجع بالاساس لاخراج جزئي لغاز البوتان من سله المواد المدعمه، وبالتالي فان خزينه المملكه المغربيه غتربح واحد 30 درهم في كل قنينه من الغاز. هذا هو الامر اللي غادي يخلينا اننا نخفضوا من تكاليف صندوق المقاصة، لان هذا امر لا بد منه، خصوصا اننا نريد التحكم في مؤشراتنا الماكرو اقتصاديه، خصوصا عكس عجز الميزانيه في واحد حدود 3.5% الى 4% على ابعاد تقدير. شكرا لك استاذ محمد جدري. استاذ عبد اللطيف كومات، من منظور اوسع هذا الانخفاض الحاد كما ذكرنا في تحملات المقاصه في بدايه 2024 يترافق ايضا مع مؤشرات ايجابيه اخرى مرتبطه ب لنقل مداخيل يعني مرتفعه، وايضا فائض في الميزانيه نحو 17 مليار درهم الى متى مارس. كيف ينعكس هذا الوضع على المالية العمومية؟ هذا في الحقيقة هو الهدف، وهذا يعني مسطر في إطار إعادة يعني هيكلة المالية العمومية في بلادنا، لأن هناك توجهات. احنا كنعرفوا اليوم بأن المغرب يسير نحو توطيد الدولة الاجتماعية، يسير نحو يعني التنمية يعني من ناحية الاستثمارية خصوصا في البنية التحتية. لهذا هناك توجهات بالنسبة للمالية العامة إلى العمومية إلى قطاعات إلى أولويات أخرى. إلى احنا تكلمنا اليوم عن العلاقة ديال الصندوق المقاصة مع التوجه نحو الدولة الاجتماعية، هناك علاقة وطيدة، لأن كنعرفوا يعني وهذا هو اللي يعني اللي خصنا نفهموه جيدا، بأن صندوق المقاصة وهذه دراسات بيناتها كتستفد منها الطبقة الغنية أكثر ما كتستفد منها الطبقة الفقيرة أو التي هي في حاجة لهذه المساعدة، بحيث أن إحصائيات يعني أعطتها وزارة المالية كتبين بأن حوالي 27% يعني مما سخر لصندوق المقاصة في السنوات الأخيرة استفدت منه خصوصا الطبقة الأغنى في بلادنا، وبأن الطبقة الفقيرة استفدت بنسبة أقل من الطبقة الغنية. إذن هناك يعني عملية إعادة استهداف هذا الدعم بخلق اليوم الدعم المباشر اللي الدولة كتسخر ليه ابتداء 2024 25 مليار ديال الدرهم، واللي غادي ترتفع في افق 2026 29 مليار ديال الدرهم. إذن الطبقة اللي هي في الحاجة للمساعدة والدعم هي اللي غادي تستفد اكثر في اعاده هيكله صندوق المقاصه، لان هذه الاموال اللي كانت كتدعم الطبقه الغنيه غادي تمشي للطبقه اللي هي اكثر حاجه لدعم الدوله. وهذا يعني من اهداف يعني المباشره. ايضا هذا التحسين والتحسن ديال يعني اداءات من ناحيه النفقات ومن ناحيه المدخولات بالنسبه للميزانيه العموميه هي غيكون عندها اثر اولا على يعني الدوله، غتكون عندها امكانيه تمويل الاقتصاد، تمويل الاستثمارات خصوصا في البنيات التحتيه، وغادي يكون عندها ايضا اثار يعني على المديونيه، بحيث كنعرفوا بان الا كان هناك واحد النقصان من ناحيه يعني النفقات العموميه كيكون لجوء الى المديونيه سواء الداخليه او الخارجيه. اذا هناك منظور، هناك رؤيه عامة بالنسبة للآفاق المالية العمومية اللي هي كتنبني على إعادة يعني تأهيل وتوزيع النفقات، التسريع وفي المداخيل خصوصا من خلال إعادة إصلاح المنظومة الجبائية، وأيضا يعني النجاعة في النفقات العمومية من ناحية نفقات التسيير إلى غير ذلك. إذن طيب. هذا المشروع هو كيدخل في واحد المشروع هيكلي، مشروع استراتيجي اللي كيخلي الدولة أنها تعود في الأولويات ديالها، النظر في الأولويات ديالها، وخصوصا يعني بتوجهين أساسيين: أولا ترسيخ الدولة الاجتماعية، وثانيا تأهيل الاقتصاد أكثر لمردودية ولنجاعة أكثر في المستقبل. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف كومات. أستاذ محمد جدري، حينما نتحدث عن انخفاض حاد ولعله في الواقع من الأكثر حدة في السنوات الماضية، وأتحدث طبعا تحت سلطتكما معا،
الآن نتحدث عن انخفاض يعني ذلك مباشرة هوامش، هل من المبكر الآن أن نتحدث أنه ستكون هناك هوامش في الميزانية المرصودة أصلا لصندوق المقاصة في قانون المالية، بما أنك أشرت إلى أنه ما قد يأتي به انخفاض أسعار الغاز على المستوى الدولي من تحملات يمكن أن يذهب به الجفاف عندما نستورد كميات أكبر من الحبوب، هل من المبكر الحديث عن هوامش؟ لا أعتقد بأن إلى وصلنا بهذه الوتيرة هذه اللي كانت خلال الفصل الأول من سنة 2024، لا أعتقد بأننا غنوصلوا 16 مليار ديال الدرهم مع نهاية السنة، وبالتالي فإن الحكومة من المتوقع أن تكون لها واحد الهوامش يعني ما فوق 10 مليار الدرهم، يعني هذيك واحد 5 أو 6 مليار الدرهم ممكن كتبقى كهامش للدولة المغربية، لأن ما كنظنش لأن يعني استهلاك الغاز بصفة عامة يتم استهلاكه يعني مع فصل الشتاء وفصل الخريف المقبل، وبالتالي يعني لكن يعني بين قوسين أستاذ محمد جدري فيما يتعلق باستغلال أو استهلاك الغاز يتم في البيوت ويتم أيضا في الأنشطة الفلاحية، ملايين القنينات من الغاز يعني تستعمل في الأنشطة الفلاحية أيضا وعلى أساس شهري أيضا. لا انا اتكلم سيدي محمد اتكلم على يعني اسعار الغاز على المستوى العالمي، يعني كيف يمكن انها تاثر باش انها ترتفع على المستوى العالمي، لان حنايا قد ما بقى يعني سعر الطن في حدود 500 دولار للطن ديال الغاز حنا غنبقى في واحد المستوى اللي هو مزيان، ما خصش يعني السعر ديال الغاز ديال الطن ديال الغاز انه يوصل لواحد 600 او 700 او 800 كما كان خلال سنه 2022، يعني ديك الساعه هي في غيولي يعني تحمل ديال خزيات المملكه غيمشي لواحد 50 درهم او 60 درهم في كل قنينه من الغاز، ولكن اليوم تقريبا يعني السعر ديال القنينه من الغاز لا اعتقد بانه يتجاوز واحد 100 درهم على ابعد تقدير، وبالتالي فان الهامش ديال المناوره والهامش ديال بالنسبه للحكومه سيكون كبيرا خلال سنه 2024، وانا يعني هذه من بين الاخبار الساره بالنسبه لخزيات المملكه، لان لدينا اوراش كثيره تحتاج للكثير من الاموال، وبالتالي فإن أي هامش للمناورة من خلال صندوق المقاصة يمكن أن يساعدنا في أمور أخرى، بالإضافة إلى أمور أخرى هي أساسية، هو أن المغرب اليوم يريد أن يقلص من نسبة عجز الميزان التجاري، بحيث أن خلال الأشهر الثلاثة الأولى ربحنا واحد 3 إلى 4 نقاط، وبالتالي اليوم كان ديوع تغطية الصادرات لتقريبا واحد 63% أو 64% من الواردات، وبالتالي هذه الأمور يعني انخفاض اسعار الغاز والمواد البتروليه على المستوى العالمي دائما تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لان نؤديها بالعمله الصعبه، وكذلك نريد التحكم في مؤشراتنا الماكرو اقتصاديه، وبالتالي فان اذا كان عندنا واحد الهوامش في صندوق المقاصه يمكننا من نهايه السنه ان نحقق فرضيات قانون الماليه سنه 2024 هي واحد نسبه العجز في ميزانيه في 4% لكي نبقى متحكمين في قرارنا الاقتصادي، لان اليوم الامور اللي غادي في المملكه المغربيه هي اللي كتخلينا نقولوا لا لصندوق النقد الدولي في كل ما يتعلق بالتعويم، وكنشوفوا الجوار ديالنا ماذا يعني شنو كيجرى في واحد المجموعه من الدول التي عومت عملاتها الوطنيه، هو اللي كيخلينا اننا ملي كنخرجوا للسوق الدوليه من اجل الاقتراض كنلقاو بان هناك مجموعه من المانحين يريدون ان يمولوا لنا، وكذلك ملي كنشوفوا مثلا على سبيل المثال مؤسسه التصنيف الدوليه على سبيل المثال ستاندرد اند بورز اللي رفعت من يعني من ثقتها في الاقتصاد الوطني الى مرحله اللي هو ايجابي بي بي بلس ايجابي خلال سنه 2024، هذه كل هذه الامور المتحكمه في المؤشرات الاقتصاديه تجعلك تتحكم في قرارك السيادي عكس مجموعه من دول الجوار التي لا تتحكم في قرار السيادي، وعلى سبيل المثال يمكننا ان نذكر على سبيل المثال تونس ومصر اللي هما كيبقاو واحد البلدين قريبين من الاقتصاديات ديال المغرب. شكرا لك استاذ محمد جدري. استاذ عبد اللطيف كومات، هذه البدايه في 2024 يتفق عدد من التحليلات في الواقع على انها بدايه مشجعه وبدايه هي بدايه المؤشرات الايجابيه، تحدث ضيفنا عن ستاندرد اند بورس والافاق الايجابيه للاقتصاد المغربي من طرفها، هناك ايضا ما يتصل بالاداء الجيد للقطاعات قطاع السياحه التحويلات وايضا افاق جيده للفوسفات المغربي والصناعه، كيف يمكن ان يسير الاقتصاد المغربي على اساس هذه المؤشرات في بقيه السنه الاقتصاديه؟ يجب أن نحافظ يعني على هذه الصيرورة لأن بوادر جيدة طيبة
خصوصا من ناحيه الصادرات، بحيث اليوم كنستمروا يعني في الصادرات الكلاسيكيه للمغرب في صناعات الالبسه، في الصناعات الفلاحيه. احنا شفنا يعني اليوم امس كان هناك بلاغ بخصوص صادرات من المواد الفلاحيه مثلا لاسبانيا اللي تقريبا ارتفعت 45%. اذا هناك، ولو ان المغرب اليوم في صعوبه من ناحيه المناخيه، ولكن يعني هناك اقبال المنتوج المغربي في الفلاحه، ايضا في صناعات الالبسه. هناك ايضا الصناعات الجديده للمغرب اللي هي سائره، يعني كنشوفوا اليوم احصائيات بالنسبه للصادرات، يعني بالنسبه للسيارات، بالنسبه للطائرات، بالنسبه للصناعات الالكترونيه والكهربائيه اللي هي غاديه يعني في استمرار مستمر. وايضا اليوم ولوج الى قطاعات اخرى كالقطاعات، قطاعات الطاقات المتجدده اللي هناك افاق طيبه. اذا هناك المدى القصير وهناك ايضا المدى المتوسط والطويل. ايضا من ناحيه يعني الطاقه، لان كنعرفوا بان الطاقه هي اللي كانت دائما يعني كتمثل واحد الحجم كبير بالنسبه للواردات ديال بلادنا. الاستاذ جدري تكلم على 150 مليار ديال الدرهم، 15 مليار ديال الدولار يعني كواردات في سنه 2022 اللي عرفت واحد الارتفاع يعني على الصعيد العالمي لسعر الطاقه. اليوم المغرب ايضا غادي باش كيطور السياده ديالو من ناحيه الطاقيه. احنا كنعرفوا اليوم بان الطاقات المتجدده غادي يكون عندها واحد الدور كبير يعني على فوق 2030 في انتاج الكهرباء، كتدخل وصول 52%. اذا هذا كله غادي يحد من الواردات ديالنا. اذا اليوم بفضل يعني هاد الاصلاحات الهيكليه وهاد التوجهات، وخصوصا هاد التنوع في النشيد الاقتصادي المغربي، هذه قوه المغرب. لان كاين بعض الدول يعني بلا ما نذكر الاسماء ديالها اللي كيكون عندها واحد الاعتماد حتى 90-95% على قطاع واحد بالنسبه للصادرات ديالها. المغرب اليوم ولله الحمد هناك فلاحه، هناك صناعه، هناك فوسفات، هناك طاقات متجدده، وكل هذا كيمكن باش يكون، ولو ان قطاع يمكن ما يكونش في واحد الصحه جيده كيمكن قطاع اخر يعوضوا. المهم هو ان ميزاننا التجاري يكون في تحسن، وهذا لاحظناه لان منذ سنوات يعني كان هناك تدهور. اليوم هناك سنتين كنلاحظوا بان النقط كنربحوها في الميدان التجاري، ايضا كنربحوا نقاط في الميدان الاداءات لان كاين تحويلات. احنا شفنا اليوم بان السياحه يعني غاديه في تطور، اليوم وصلنا 13 مليون وغادي نوصلوا 17 مليون، والهدف هو اننا نوصلوا لاعداد اكثر في 2030. هناك تحويلات المغاربه اللي وصلت 115 مليار ديال الدرهم. كل هذا كيخلينا بان يعني على مستوى الميزان التجاري او على مستوى ميزان الاداءات هناك تحسن، وهذا هو الهدف، هو ان يكون يعني تحول هيكلي وتحول استراتيجي، وهذا هو اللي غادي فيه المغرب، والهدف هو على المتوسط والطويل. شكرا لك استاذ عبد اللطيف كومات. اخذ اجابه قصيره منكم ايضا استاذ محمد جدري لو سمحتم. تحدث ضيفنا عن تحول هيكلي، والواقع انه هناك تحول ايضا هيكلي فيما يتصل بورش الحمايه الاجتماعيه واصلاح صندوق المقاصه. هل هذه الظرفيه هي افضل الظرفيات التي يمكن ان تدفع هذه الاوراش ايضا على المستوى المالي والاقتصادي؟ بطبيعه الحال، لان يعني باش انك يعني تستافد من واحد مجموعه من تكاليف صندوق المقاصه، خاص الاسعار ديال هذه المواد المدعمه على المستوى العالمي تكون في متناول. لان تخيل معايا لو كان اليوم يعني ثمن سعر ديال طن من الغاز واحد 80 او 800 او 900 دولار، كان تكاليف صندوق المقاصه غتكون مرتفعه، وبالتالي واخا اننا نزيدوا واحد 10 درهم او 20 درهم او 30 درهم، ما يمكنش اننا نعادلوا تكاليف صندوق المقاصه. وبالتالي فإن يعني كلما كانت الـ يعني الأرضية مناسبة للاقتصاد الوطني، وباش تكون أرضية مناسبة كنظن بأن إذا كانت عندنا الأمطار وتحلت حتى حلينا مشكلة ديال الماء خلال السنوات المقبلة، وكذلك إشكالية الطاقة بالنسبة للمملكة المغربية، أعتقد جازما بأن يمكننا أن نحقق أرقام من النمو بخمسة أو ستة أو سبعة في المئة،
وكذلك ان نقلص من تكاليف صندوق المقاصه، لان لو بقي سعر الغاز على هذه المستويات خلال السنتين او 3 سنوات المقبله، يمكننا ان نخفض بشكل كبير من تكاليف صندوق المقاصه الى اقل من 5 أو 6 مليارات درهم، وهذا امر لا يمكنه الا ان يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي من العاصمة المغربية الرباط. نشكر من الدار البيضاء الأستاذ الدكتور عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني. شكرا لكم ضيفي الكريمين، وبذلك تنتهي هذه الحلقة من موضوع اليوم. بعد قليل نلتقي مشاهدينا الكرام في زاوية جديدة، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.